كثيرة هي الحكاية التي عاشها الموصليون أثناء احتلال داعش لمدينتهم. العازف الشاب أمين مقداد الذي اضطر للبقاء حبيس منزله لسنتين متتاليتين بأنامله الذهبية حول معزوفات الخوف والموت إلى معزوفات للجمال والسلام، مؤكدا للعالم أجمع أن مدينة زرياب وإسحاق الموصلي لن تكون يوما منبعا للإرهاب. الفيديو بالتعاون مع صفحة عين الموصل. كل اللي دا اسويه هو محاوله لان ادخل الى قلب الناس وابث بداخلهم الجمال، الامل، السلام. مشاكل كثيرة، معاناة، حاولت استثمرها، استثمر الطاقة السلبية، احولها الى شيء ايجابي.